أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة الكرام عبر موقع شروق الإسلام مع سلسلة لقاءات تعريفية بقرائنا الكرام الذين شرفونا وأتحفونا بتلاواتهم عبر موقع شروق الإسلام. نستهل هذه اللقاءات مع شيخ كريم جليل من المشايخ الكرام من أهل القرآن الذين جمعوا القراءات العشر، وقارئنا له مشاركة بجزء في ختمة منوعة لرواية حفص. حتى لا نطيل الكلام، نذهب سويا إلى فضيلة الشيخ عمرو طه لنتعرف عليه أكثر وأكثر. مرحبا بكم شيخنا الكريم. مرحبا بكم شيخ أحمد. الله يبارك فيك، ونورتنا وشرفتنا. جزاكم الله خيرا لهذا اللقاء الطيب المبارك. الله يبارك فيك. يعني نود طبعا الهدف من اللقاء نتعرف على شيء من سيرتك الطيبة. أهلا وسهلا بحضرتكم. الله يبارك فيك. أولا أتقدم بخالص الشكر لحضرتك ولأعضاء إدارة موقع شروق الإسلام. شكرا الله لك على هذه اللقاء وعلى هذه الجهود الطيبة المباركة. أولا الاسم عمرو طه عبد العزيز، مواليد محافظة المنيا مركز سملوط قرية طه الأعمدة. تاريخ الميلاد 13/5/1985. ما شاء الله. المؤهل بكالوريوس كلية العلوم قسم البيولوجي محافظة المنيا. ما شاء الله. يمكن يبدو للجميع انه في اختلاف بين الوجهتين. نعم. لكن انا بدأت في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. في مسجد القارية، وكان لي رفقة، كان صديقي واخي فضل الشيخ محمد جمال. نعم. وكنا نحفظ سويا مع شيخنا، وهو أول شيخ بدأت معه في الحفظ وهو الشيخ نادي عبد العظيم، أسأل الله أن يطيل في عمري. آمين. اللهم أمين. ثم ختمت القرآن مع نهاية الصف الثالث الثانوي. ما شاء الله. ثم التحقت بالكلية، وفي أجازة الصف ما بين الثانوية والكلية قرأت ختمة كاملة، وكان أول إسناد لي رواية حفص عن عاصم مع فضيلة الشيخ خالد كمال، أسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره. آمين. ثم التحقت باختبار الإجازة في جمعية الشبان المسلمين لجمعية عاد الحفظة. نعم. وعملت بها معلما حتى وقتنا هذا، اللهم لك الحمد. ثم بدأت في دراسة علم القراءات. نعم. درست علم القراءات مع فضيلة الشيخ أحمد خلف عبد الكريم، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره وغيره من مشايخنا، ولكن كان الشيخ هو أول من قرأت معه. نعم. فجمعت معه أولا حفص وشعبة الإمام عاصم كاملا. نعم. ثم سألتهم
قلت شيخنا هل أكمل في القراءات ولا أكتفي بعصر؟ فقال لي طالما أنك تجد في نفسك الحرص والهمة نعم. وهذا وقت الجد والاجتهاد والتحصيل حتى نعم. وقال لي قال إن استطعت أن تنهي القراءات دراسة وإسنادا وتعلما وتعليما في فترة دراستك في الكلية فافعل ما شاء الله لأنك بعدها ستنشغل صحيح؟ صحيح جيش تجنيد زواج بحث عن عمل وغيره نعم. ثم ما لبثت أن يعني فعلا يعني أخذت بالنصيحة الشيخ نعم. نعم ثم كان وقت الشيخ أحمد خلف نظرا لأنه عضو لجنة راجعة مصحف ورئيس عضو في لجنة إدارة جمعية الحفظة كثير المسؤوليات فبدأت أن أنا استشرته أنني سأقرأ مع مشايخ أخر ولكن لن أتفلت مع الشيخ يعني أقرأ معه لكن كان وردي معه في القراءة قليل لظروف نعم لظروف عمل الشيخ ولظروف نعم. الدراسة فبدأت مع الشيخ أحمد خلف انتقلت إلى الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد الفخراني صلى الله عليه يرحمه وأرحمه واسعة قرأت معه قراءات إفرادا قرأت معه قراءة الإمام الكسائي وابن عامر وأبو عمرو وحمزة وجمعت معه قالون وابن كثير ثم كان الشيخ أحمد صابر عبد الهادي أسأل الله أن يحفظه وأن يطلع في عمره آمين. وكان الشيخ من بني مزار فكنت أذهب إليه أنا وأخفض الشيخ عبد الله رجب كان ولكن أنا عزمت أن أنا أجلس عند الشيخ فترة أختم فيها قراءة ورش رواية ورش عن نافع لأن الشيخ كان مجازا فيها من فضل الشيخ أحمد عيسى المصراوي ما شاء الله فعرفنا أني كنت قرأت هذه الرواية قبل ذلك ولكن كنت أود طلبا لعلو الإسناد طلبا لعلو الإسناد فذهبت للشيخ حفظه الله عليه حفظه الله الشيخ أحمد صابر وطلبت من أن أمكث في المسجد المجاور لبيتي قريب من بيته أبيت فيه ومتى ما يكون الشيخ متفرغ أنا أذهب تقرأ وأقرأ معه فقرأت رواية ورش عن نافع في 6 أيام ما شاء الله ما شاء الله ورش قرأت ورش رواية تقيلة بالبلد كده صحيح لكن الشيخ أسأل الله أن يحفظه كان يعني يعطيني من وقته نعم فمكثت وكنت أبات في المسجد نعم وأذهب للشيخ في المسجد للبيت حتى ختمت حتى هو كتب لي هذا في الإسناد أنه أنني قرأت معه رواية ورش عنها في 6 أيام متتالية ما شاء الله اللهم لك الحمد ثم قرأت مع فضل الشيخ محمد المنشد صلى الله يحفظه وعضو لجنة المصحف من أعالي الأسانيد صحيح في الوطن العربي صلى الله أن يبارك في عمري قرأت معه رواية ورش عن نافع ما شاء الله أيضا طلبا للعلو وطبعا للقراءة كان هذا الأمر طريقي في القراءات وطريقي في دراستها وتحصيلها ولكن قبلها كنت دخلت في معهد القراءات في محافظة المنيا عندنا أخذت فقط سنة أولى وسنة ثانية اللي هو يعتبر حفظ ولكن مع العمل والدراسة كان في صعوبة انك تواصل في نعم ما شاء الله طيب شيخنا طبعا هنبدأ من حيث ابتدأت في المؤهل نعم. هل هناك تعارض بين الواحد يكون مثلا طبيب أو مع أو يكون دراسته علمية بحتة في الزراعة في الطب في الهندسة وبين تحصيله للقرآن فضلا عن تحصيل القراءات يعني ما شاء الله أنت ربنا فتح عليك في يعني مش في حفظ بس أو مش في القرآن بس أنك تحفظ لا ده قراءات كمان فهل أنت شفت أن في تعارض ولا ده بيحافز ولا ده بيشجع ولا مفيش علاقة والله هو أقول لحظك على حاجة هو الدراسة خاصة الكلية بتاعتنا كانت كلية عملية نعم سكاشن وعملي وكذا فأنا كنت يعني صراحة بضحي شوية بالمحاضرات النظرية إن أنا ما كنتش حريص أن أحضرها تماما كنت دائما حريص أن أحضر السكاشن العملي عشان محاضرة عملي ولازم تستخدم إيديك وتشوف الأمور بإيدك وكذا فكان معظم الوقت بصراحة خاصة في السنة الأولى وسنة تانية في الكلية لأن أنا ختمت القراءات في سنة ونصف ما شاء الله دراسة في أول طلب مع الشيخ عبد الحميد فخراني ومع الشيخ أحمد خلف حتى أنا حتى الآن مستمر مع الشيخ أحمد خلف في جمع القراءات ما شاء الله وقبل كنت قد ختمتها القراءات العشر الصغرى مع فضل الشيخ مصباح أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره فبصراحة كان لي همة وكان لي إرادة بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه والاستعانة به أن أنا أتم هذا الأمر في أقصر وقت حتى يتسنى لي تثبيتي وتعليمه للناس وكذا ولكن صراحة الدراسة يعني
جانب وتحصيل لم تتأثر. أريد أن أصل إليه تحصيل القراءات. لا لم يتأثر. ممكن يكون تأثر في بداية الأمر لأنه ما كنتش بحضر المحاضرات ما كذا، لكن لما جيت في الآخر لازم بتجمع أمورك، محاضرات وتصور وتحضر وتحدد يشرح لك الكلام اللي ممكن يكون فاتك منه. ولكن أصبحت على والله صدقا الله يكرم دائما أهل القرآن. أحسنت. صدقا والله يعني لا يدعك في طريق إن أنت بدأت فيه لاستثمار العلم وخاصة كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يدعك. فاللهم لك الحمد، يعني الدراسة مع طلب القرآن والقراءات لم يؤثر أحدهم على الآخر. نعم. يعني اللهم لك الحمد، يعني في سنة أولى كنت تقديري جيد، ثاني جيد، ثالث جيد، يعني نعم. كان تقديري كله تقريبا 70% كان تقدير جيد مرتفع. ما شاء الله. فاللهم لك الحمد، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من بركات القرآن. نعم. ما شاء الله. نعم. اللهم لك الحمد. الله يزيدك ويبارك فيك. طيب يا شيخنا، متى أول إجازة حصلتها؟ أول إجازة حصلت عليها كانت في رواية حفص عن عاصم. ودي كانت مع فضيلة الشيخ خالد كمال في رواية حفص عن عاصم. كنت أذهب إليه المدرسة. كان عمرك تقريبا كم؟ كان عمري كنت في ثالثة ثانوي، بعد إجازة ثالثة ثانوي، يعني تقريبا 17-16. ما شاء الله. دي كانت أول إجازة لي. حتى في ذي الخاتمة أتذكر يعني موقف، إن أنا كنت بذهب للشيخ المدرسة اللي فيها أقرأ معه في أوقات الفراغ بتاعته. فذهبت مرة قرأت سورة الشعراء وسورة النمل. ولما رحت للشيخ تاني يوم عشان اكمل فضل اقرا القصر والعنكبوت، فقال لي الشيخ، قال لي انت ما قراتش النمل. قرات النمل امس مع شاء الله. قال لي خلاص نعيدها تاني. زياده الخير خيرين، ما فيش مشكله. فعلا قعدت سوره النمل مع الشيخ مره ثانيه. نعم. ما شاء الله. طيب، اول اجازه في القراءات؟ اول اجازه في القراءات كانت قراءه عاصم مع الشيخ احمد خلف. نعم. لكن لو هنعتبر اول قراءه جمعا كانت جمع للقراءات العشر، كانت مع فضل الشيخ مصباح. نعم. نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره. آمين. أول قراءة، أول، لأن كان المشايخ دايما يخبروني خاصة فضل الشيخ أحمد خلف أن لابد قبل أن تجمع أن تفرد. لابد من إفراد القراءات أولا. نعم. لازم تقرأ، تأخذ رواية رواية. مثلا عاصم وحدي، قالون، شورش، ممكن تضم القراء لو تشابهت أصولهم، مثل قالون وابن كثير وابو جعفر مثلا، أبو عمرو ويعقوب، الكسائي وخلف العاشر، اللي في أوجه تشابه. نصيحة الشيخ أنك ادرس القراءات أصولا وفرشا إفرادا، ثم بعدها تجمع، لا تبدأ بالجمع حتى لا يختلط الأمر عليك، لا تدري من أتيت وكيف أتيت بهذا القارئ، وما هل تشابه مع أحد القراء في أصولهم أم لا. نعم. وهو ده فعلا يعني اللي وجدت ثمرته فعلا. لما تقرأ عاصم الأول، بعد كده قرأت قالون، بعد كده قرأت ابن كثير، بعد كده أبو عمرو وحدي، الكسائي. نعم. صدقا لما تأتي للجمع بعد ذلك تشعر يسهل. يسهل عليك استحضار المتن، يسهل عليك استحضار القارئ، وده من اللي طلع معاه في هذا النطق، ومن لا ينقصك لم تأتي به بعد. نعم. حتى أنت بعد كده يسهل عليك أنك لما تيجي تقرأ في اختبار أو في مسابقة سريع الاستحضار. يسهل عليك استحضار. نعم. القارئ. نعم. بأصوله وفرشه. نعم. جميل. طيب، قبل ما نفوت حطة القراءات، هل ترى أن المتون في علم القراءات لازمة للضبط والإتقان، ولا ممكن واحد يقرأ القراءات بدون حفظ المتون؟ هي صدقا المتن كالدليل. نعم. لذلك العلماء كان يقول من حفظ المتون حاز الفنون. نعم. طول ما معاك متن في القراءة، سواء كان المتن في، لو واحد معاه عاصم أو حفص متن التحفة والجزرية، لو معاك القراءات يبقى متن الشاطبية والضرة الكبرى، يبقى معاك متن الطيبة، الدليل أو المتن هذا يعتبر يسهل به استحضار من قرأ ومن لم يقرأ في الكلمة. تمام. فلابد للقارئ، المشايخ كانوا ينصحونا إن لو يصعب عليك إنك، لأن هناك بعض المشايخ يلزمك قبل أن تقرأ معه أن تحفظ المتن. نعم. نعم. ولكن صدقا مشايخنا تسيرا علينا وتسهيلا علينا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، كانوا إذا قرأت معهم يذكر لك اقرأ معي وابدأ في الحفظ. وسمع، يعني اجمع، يمشي تجمع بين الحسنيين. بالضبط كما ذكرت. نعم. تجمع بين الامرين. نعم. وتبقى ماشي في خط القراءه وخط نفس الوقت حفظ المتن، حفظ القراءه تقرا وتحفظ. لذلك بعد ذلك لما بتاتي للجمع معهم. نعم. يسالك اتني بدليل، دليل القراءه دي او الكلمه دي، اي دليلك كذا. هكذا يسهل عليك استحضار الامر. ولكن الزام القارئ، يعني ارى ان الزام القارئ وهو لسه في بدايه الطلب وبداية الجد أنه يحفظ المتن، هذا قد ينفر الكثير. نعم. خاصة قد ينصرف تماما عن الأمر، وخاصة. نعم. لما يفتح متن زي مثلا متن الشاطبية يجده 1000 بيت أو يزيد ويقرأ فيه ومش فاهم وعايز اللي يشرح له، يقول لا خلاص هذا الباب ليس بابي، أتركه. نعم. لمن يكون له أهل.
ولكن المشايخ جزاهم الله خيرا عنا عندما قرأوا قرأنا معهم طلبوا منا أن نجمع بين الأمرين، احفظ المتن واجمع وافرد، يعني تفرد العاصم. لا يلزمك أنك تحفظ متن العاصم أو أنك تستخرج ما يقرأ به عاصم من الشاطبية، لا اقرأ وافرد قالون ابن كثير، وأنت أيضا تجمع. يبقى أنت كده جمعت بين الأمرين، على ما تكون أفردت العشرة تكون حفظت متن الشاطبية متن الدر ما شاء الله. ولكن الدليل سواء كان متن الشاطبية أو الدرة أو الجزرية أو التحفة، الدليل هذا يعتبر زي المرشد. نعم. خاصة لما يختلط عليك الأمر أو تكون الكلمة الواحدة فيها أكثر من قراءة ويطلب منك أنك تقرأ بقارئ معين، فلازم تستحضر الدليل أولا في ذهنك حتى تستطيع استخراج هذا القارئ باللفظ المعين للقراءة بهذا الكيفية. أحسنت، جزاك الله خير. طيب شيخنا، شيخ من المشايخ اللي قرأت عنهم أو قرأت عليهم يعني لا تنساه، له أثر في حياتك أو في تكوينك القرآني؟ طبعا دون احنا طبعا هذا ليس معنى ان احنا نغض الطرف او نقلل من الآخرين، طبعا كلهم على العين والرأس. نعم يعني. نعم. لكن احنا بنقول في حياة كل واحد كده شيخ مؤثر. والله هو يعني زي ما حضرتك ذكرت كده، اولا انا لا استطيع ان انا انكر فضل او اغض الطرف عن ولو فائدة او نعم. معلومة او نصيحة شخصية لي من كل مشايخنا بصراحة. نعم. لأن كل واحد من مشايخ الدولة صدقا له أثر. نعم. وله تربية وله يعني له بصمة في حياته. نعم. صدقا له نعم. بصمة فعلا. نعم. أثرت فعلا. نعم. عليه. ولكن نعم. يمكن من المشايخ اللي أنا لهم فضل ولهم أثر وبصمة فمثلا الشيخ أحمد خلف. نعم. فعلا، لأن هذا الشيخ هذا الرجل قدوة صدقا، يعني أراه يعني مثل يحتذى به ما شاء الله في الأدب وفي القراءة وفي حرصه على متعلميه. لا يرد أحدا ما شاء الله. وإن ردك بأدب لأجل مسمى صدقا، يعني حتى في صبره عليك وفي صبره على تعليمك، يعني أسأل الله أن يحفظه آمين يا رب. أن يبارك فيه. قد ترى أن لكل شيخ بصمة معينة، يعني الشيخ في جانب معين عبد الكريم أسأل الله يحفظه كان يعني يعلمك الجد في الطلب والقراءة والتدقيق وتحقيق المسائل وتحريراتها. نعم. يعني الشيخ مثلا الكلمة فيها وجهان، فكان يطلب منك أيهما مقدم في الأداء ويحرص أنك تأتي بالوجه تأتي بالوجهين، ثم يعرفك ويعلمك الوجه المقدم وهذا الذي تلتزم به وكذا. غير المشايخ قد يتساهل في الأمر، يجعل لك هذا الأمر مفتوح. نعم. يترك لك. نعم. خلاص الوجهين فيك كذا. بعض المشايخ كان يعني ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سعد السيد أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. وهو معلم أول مشرف في جمعية رعاية الحفظة في المنيا. نعم. وطبيب عيون أيضا، وكان من أوائل الناس اللي درست معهم رواية ورش تفصيلا، لأنه كان بيدهلنا في حلقة، وكان يعني شخصية صدقا على خلق وأدب وذو دعابة ما شاء الله. فكان دائما دائما يحببك في العلم ويحببك في الطلب بصورة مهذبة. نعم. كيف تستوعب من يدرس معك؟ من أكثر الناس صدقا اللي تعلمت منهم إزاي تحتوي طلابك، خاصة لو فيهم واحد مثلا بيتكاسل، خاصة ممكن بيغيب كتير، إزاي تتواصل معه؟ إزاي لما تيجي تصحح لواحد خطأ معين إزاي تصحح له وأنتوا مجموعة كلكم معلمين بدون حرج وبدون هو كان ماهر في هذا. ما شاء الله ما شاء الله. فعلا هي مهارة فعلا. نعم. تفضل. فضلت الشيخ عبد الحميد فخرنا رحمة الله عليه. كان هذا الرجل لا يكل ولا يمل من القراءة ولا الاستماع. كانت لما كنت أذهب أتذكر أنا لما قرأت معه قراءة الإمام أبو عمرو ختمتها معه في أسبوعين 15 يوم. هو الشيخ كان من بلنصورة أبو قرقاص، فأنا كنت أذهب للمنيا أبو الوص. لو هو في المعهد بروح للمعهد فأبو الوص نفسه، لو هو في البيت كنت بركب مواصلة تاني لبلنصورة وأروح للشيخ. وكان من ضيافة ما شاء الله. بالضيافة يعني كنا أذهب لي مثلا الساعة 8-9 الصبح قبل ما أقرأ تفطر. يا مولانا أنا عايز أقرأ عشان لا افطر ما شاء الله. صدقا ممكن أنا افطرته بس لا افطر تاني، جاي من طريق وجاي من مشوار. فكان يعني أخلاق أهل القرآن. صدقا يعني تعلمنا منه هذا الأمر ما شاء الله. فكان يعني تروح مشوار يخليك تقرأ معه في هذا الأمر. وكان له سنة، كان يعني يخبرنا أن يقول أن أبي عبد الرحمن السلمي كان يقرأ معه صحابة وتلامذته سير على الأقدام، فكان هذا الأمر عنده سنة. نعم. نحن نمشي يروح ويستغل الوقت. يستغل الوقت. نعم. رحنا المعهد من البيت للمعهد في السيارة نقرأ معه مثلا، من المعهد وهيروح مثلا مشوار أو كذا إحنا برضو أيضا معه نقرأ معه في الطريق، وكان حاضر الذهن. نعم. يعني لو مثلا أخطأت أو تعديت أو نسيت فرش أو كذا يقولي ارجع هات الآية تاني.
ما شاء الله. فيعني وهذا الأمر أنا صدقا يعني تعلمته منه، إن أنا فعلا إخواننا اللي بيقرأوا معي أو كذا، لو أنا رايح مشوار أو في طريق أو كذا يعني حتى لا نستحمل، وبرضه سنة لي في هذا الأمر حتى الوقت ضيق الآن. نعم. يعني فخاصة أن الطلبة بيستثمروا هذا الأمر، خاصة لما تكون بتنزل أجازة وعايز حد يستفيد يقرأ يتعلم، فأقرأ في أقصر فترة عايز تختم أكبر عدد من الختمات أو من الأفراد. نعم. ما شاء الله. نعم. شيء طيب، ربنا يبارك فيك. طب شيخنا، من من المشايخ الذين تفضل الاستماع إليهم من الأحياء ومن الأموات؟ عايزين واحد كده واحد كده. كلهم على دماغنا برضه. أكيد أكيد طبعا. بس يعني صراحة القارئ المفضل، يعني القارئ المفضل هو سيدنا فضل الشيخ محمد صديق المنشاوي. نعم. ده بإجماع. الشيخ محمد صديق المنشاوي لا يمر يوما قبل أن أستمع له. ما شاء الله. يعني ممكن وأنا رايح المدرسة الصبح أو في الليل وأنا نايم أو لو أنا قاعد ما بعملش حاجة بس قاعد بسمع للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. يعني من أكثر الناس اللي أنا لما بستمع ليهم القرآن الكريم يعني يأخذك إلى الجنة. نعم. صدقا يعني. نعم. يأخذ سواء كان ترتيلا أو تجويدا. نعم. يعني نعم. في كلا الحالتين أنت بتقعد تسمع المنشاوي دوما رحمة الله عليه غصب عنك لازم لازم تستمع. نعم. يعني كنت مثلا يعني يعني يمكن يقارنني في هذا الامر ويشترك معي فيه صديقي الشيخ محمد جميل، كان هو اول من حببني في الشيخ المنشاوي، اول من دلني ايضا على ذاق الكريم وعلى ان في مشايخ كذا وكذا في بدايه الامر يعني. نعم. فتعلق قلبي بالشيخ محمد صديق المنشاوي. الشيخ المنشاوي ممكن ابقى ماشي كده في الشارع مثلا وإذاعة شغاله وهو اللي بيقرا في محل لازم اقف لازم. نعم. يعني اخذ كده ولو ايه ايتين وبعد كده استاذن اقول له معلش عم ترتشف رشفه قرانيه. صدقا والله. يعني اسمعه وبعد كده يعني والله ببقى هين وانا ماشي اقول حتى اقول كده اقول معلش شيخنا مستعجل والله. لما اكون مثلا بسمع مثلا على الاذاعه او على اللابتوب او على التليفون وخلاص هتحرك او هقفل او كذا اقول كده معلش شيخ طب انا اسف عشان هستعجل عشان اطول. الشيخ المنشاوي صدقا يعني لا يعلى عليه في استماع القران. نعم نعم. محل اجماع. طب الاحياء الأحياء الشيخ أو مشاري الشيخ مشاري راشد العفاسي ما شاء الله. يعني من من القلة جمع بين الصوت والأداء. نعم. القلة الخليجيين اللي هو جمع بين الـ الأداء والصوت الطيب والصوت والقراءة الطيبة. نعم. صدقا يعني نعم ما شاء الله عليه. ما شاء الله نزكي وأداء وقراءة وخشوع حاجة جميلة جدا جدا. نعم. نعم. طيب شيخنا، سورة إذا قرأتها تأثرت أو آية؟ طبعا القرآن كل مؤثر. أي نعم. احنا بنتكلم نعم. في كل واحد كده ليه مواضع يتأثر بها او نعم. هو من يعتبر يمكن من احب الصور الى قلبي سورة الأنعام. نعم نعم. سورة الأنعام يمكن عشان سورة الأنعام انا يعني عانيت عند حفظي منها يعني تعبتني فكنت بعيدها كتير وأكررها فتعلقت قلبي بآيات كثيرة منها جدا. نعم نعم. ايضا سورة يوسف. نعم. يعني لان يعني كثير جدا يعني حتى العلماء يقولون ان من قراها وهو محزون وهو مهموم او محزون سر عنه. نعم احسنت. فسوره يوسف وسوره الانعام من احب الصور الى الى ما شاء قلبي الله. يعني. طيب والله احنا نود الوقت يمتد معنا بس طبعا محكومين بوقت. ربنا يكرمك. يعني ماذا عن تجربتك في التسجيل في استوديو شروق الاسلام؟ اولا والله انا بتفضل يعني اتقدم بخالص الشكر تقدير والاحترام لحضرتك ولكل العاملين على هذا الموقع. أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. إصدارات كثيرة، تسجيلات لإخوة أنهوا ختماتهم، ختمات منوعة، قراءات يعني وتجربتي الخاصة يعني بصراحة يعني تجربة شخصيا تعلمت منها واستفدت منها. نعم. وأسأل الله سبحانه أن يكون لي فيها بصمة أكثر من ذلك إن شاء الله سبحانه إن شاء الله. لأنه فعلا يعني عندما يكون هناك أشخاص مثل حضرتك ومثل الله. من يتعاون معك في هذا الأمر يعني بذلوا وقتهم وجهدهم وذهنهم في سبيل خدمة كتاب الله عز وجل. نعم. بأكثر من صوت بأكثر من أداء بأكثر من قراءة. نعم. يصلوا بها إلى ربوع العالم، هذا أمر طيب جدا جدا يعني. نعم. لذا أنا أجد نفسي عضوا. نعم. في هذا الموقع وفي هذه الإدارة. شرفت بحضرتك. الله يبارك فيك. وأتمنى دائما أن يكون في أناس كثر مثل حضراتكم يتبنون مثل هذا الأمر حتى يصل القرآن الكريم إلى ربوع العالم وإلى كثير من الناس الذين لا يصلهم صوت القرآن. نعم. جزاك الله خيرا وتشرفنا بيك وربنا ينفع بيك وإن شاء الله يعني ربنا يفتح لك ويكون لك مزيد من البصمات والمشاركات يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على اللقاء الطيب وشرفنا بيك. ربنا يكرمك. بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عمرو طه على هذا اللقاء الطيب الماتع،
وإلى لقاء جديد مع قارئ جديد. نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.